أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مبادرة نوفي، وهي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، تجمع كل المشروعات بشكل مفصل للمساهمة في تحقيق الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. ودعا مدبولي جميع الدول خاصة الأفريقية بأن يكون لديهم مثل هذه المبادرة. تشرفت بأن أشهد إطلاق المبادرة المصرية نوفي، وهي تمثل أداة جيدة تجمع كل المشروعات وبشكل مفصل للمساهمة في تحقيق والمساهمة في الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين التغيرات المناخية. أنا أدعو الدول الأخرى وبصفة خاصة أشقاؤنا الأفارقة لكي يكون لديهم مثل هذه المبادرات، لأنها سوف تعتبر شهادة على التزام شركاؤنا الدوليين بتنفيذ تعهداتهم.